خلال 48 ساعة اللي فاتوا جالي أكبر رسائل في تاريخي، كل الناس لما حصلت الأزمة بتاعت أحمد فتوح لاعب النادي الأهلي لاعب نادي الزمالك، كل الناس كانت تيجي تقول لي إيه يا كابتن، أنا كان أحمد فتوح طلع مع زميلي وأخويا إبراهيم فايق وكان اتكلم على أمور وقال كابتن سيف كان قال كلام وده ما حصلش وبتاع، فالناس بعتت لي إن أنا ممكن مثلا إن في خلاف وكابتن رد على فتوح بغضب، وأياميها قلت يعني وجهة نظره وخلاص تحترم وما فيش حاجة وبتاع وكده، فالناس بعد ما حصل الموضوع كابتن فتوح وبيقولوا لي وكان قال مع إبراهيم فايق كذا، إبراهيم فايق زميلي وحبيبي أخويا عشان بس الناس إيه نكون مطلعين القصة يعني، وأنا بعتز بيه الحقيقة وعشنا سنين مع بعض. فطب يا جماعة إيه القصة؟ قال لك ده حصل 1 2 3 4. أول حاجة مبلغ كل تعازينا للشرطي اللي توفى في هذا الحادث وأسرته وربنا يصبره. تاني حاجة بغض النظر على الخلاف أنا شرحت للناس مرارا وتكرارا إن عندي منهجية في حياتي عمري ما غيرها، نتمنى يا رب إظهار الحقيقة، ونتمنى يا رب إن فتوح لو مصدوم ينتهي الموضوع وربنا يصبره على اللي هو فيه ونقطة واتقفل الموضوع. أنا لست جهة تحقيق، وأنا عمري في حياتي ما هطلع سلمة أنام وأنا ضميري مش مستريح أقول كلمة أنا مش عارفها. الموضوع دلوقتي في إيد القانون العادل اللي كلنا بنثق فيه، وبالنسبة لي نستنى نتيجة التحقيقات ونشوف فتوح مظلوم فتوح مش مظلوم، ربنا يا رب يعني يظهر الحق ويتمنى له كل الخير ويطلعه على خير. ده بس ردا على الناس لان الناس شغله بالها قوي الموضوع ده، وانا قلت لحضراتكم عشرتوني على مدار سنين ولا بتغير بفضل الله ولا هتغير، خلص الموضوع بالنسبه لي الحديث فيه، وانا انتظر اي جديد نعلنه على حضراتكم. لا يمكن اظلم بني ادم بمعلومه مش عندي مهما كانت الامور.